عودة لعشر صفحة في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. ومنورانا في الفقرة الأولى بطلة من بطلات مصر في سلاح الشيش، وكمان هي دكتورة وناجحة جدا في مجالها، ده غير إن هي كمان من هواة الغناء، وهنتأكد بنفسنا من صحة هذا الكلام من خلال فقرتنا طبعا الأولى دي. هي الحقيقة متعددة المواهب وبطلة نحب نعرف منها تفاصيل تحقيقها لهذه البطولة أو للقب بطلة. منورانا سلوى جابر، لاعبة منتخب مصر في سلاح الشيش. يا صباح الفل عليك. صباح النور. ايه الاخبار؟ منورانا يا سلوى بجد، واحنا بنقرا البروفايل بتاعك فرحانين، لان انا بيسعدني شخصيا النماذج اللي هي للفتيات او للنساء المصريات تحديدا اللي بيبقوا ناجحين في كذا مجال. فانت بنتكلم على بطله رياضيه ودكتوره بجد ما شاء الله، وكمان بتغني، فلا نفهم بقى الميكس ده، خليها في الاول. يعني بصي، هو انا عامه طول عمري وانا صغيره ماما كانت بتلعبني العاب كتير، كانت مهتمه وعمرها بالرياضه قوي، لغايه ما انا يعني ارتباط ذاتي بالسلاح، بسلاح الشيش. كانت جت صدفه على فكره، مش اختيار دارج قوي عند البنات، مش اختيار دارج خالص. لان هي عمرها اصلا ما كانت تارجت ليا لعبه السلاح عامه. يعني انا كنت بلعب كل الالعاب، كل اللي هو في الاول خالص بتودي بنتك تلعب سباحه، وبعد كده تلعب كاراتيه، وتفضل بقى واحده واحده تلعب حاجات لغايه ما تلاقي نفسها. انا لقيت نفسي في السلاح، يعني تو ماي سربرايز، لان انا اصلا ما كنتش، يعني كنت مستغربه اللعبه جدا يعني. بس فالرياضه ابتدت معايا، اند ذن لقيت نفسي بقى عايزه ايه، لا كمان اتفوق في الدراسه. الواحد لما بيتفوق في حاجه بيحس ان هي دافع ليه ان هو يتفوق في حاجه ثانيه. صح، اللي بعده واللي بعده. صح بالظبط. فانا كنت قلت لنفسي طب ما اتكى على نفسي اكتر في المذاكره كمان، وانا كان نفسي اخش طب طول عمري. بس فلقيتني ايه، دخلت طب. بس سلاح الشيش ده كان الرياضه من وانت صغيره. بالظبط بالظبط. هو كريم قال لنا ان هو حابب ان هو ينضم. ده من النهارده بعد الظهر. من النهارده بعد الظهر. سلوى هتفرجني ثلاث مرات في الاسبوع. خلاص انا موافقه، انا موافقه، ده دي حقيقه. يعني انت عملتي مستحيل يا سلوى. اعملي حسابي معاكي البطوله الجايه. لا خلاص انا موافقه. بس فانا بصراحه يعني بحب اللعبه، يعني اللعبه يعني ناس كتير قوي تكون فاكره ان هي لعبه قتاليه، على فكره هي مش لعبه قتاليه خالص، قد ما هي لعبه عايزه استراتيجي وعايزه مايندفولنس، عايزه حد يفكر كويس، يعرف ازاي، يعني يعرف ازاي ان هو يخدع اللي قدامه بطريقه يجيب هو اللمسه وما يتلمس. يعني بس هي مبدئيا وبشكل عام ما فيهاش خطوره على اللي بيمارسها، لان في اجراءات امنيه معينه متخذه. ما فيش خالص خطوره. لا طبعا بتتحسب باللمسه. صح بالظبط، باللمسه. ده اللي بيكون الكيبل اللي متعلق بال بالظبط السلاح، مش لازم بس، لان احنا انا بلعب اللعبه اللي هي اسمها ايبي، بيبقى بتجيب اللمسه من هات تو، يعني من اول شعر راسك ممكن تجيب فيه لمسه لغايه رجلك. مش في مكان محدد. مش يعني في مكان محدد. في انواع من السلاح. هم ثلاث انواع. طب فرصه عرفينا كده باختصار كل نوع عامل ازاي. حاضر. احنا عندنا ثلاث انواع، ايبي، صبر، وفلوري. الايبي ده بتجيبي في كل حته في الجسم، يعني ممكن تجيبي من الراس لغايه الايه القدم. أوكي. لكن الفلوري بتجيبي في اللي هو شكل المايو، بتكون الاثنين دول بيكونوا بالايه، يعني بالطعن. أوكي. تمام. لكن الصبر ده بيكون بالايه كده، يعني باللسع كده. بالضربه كده، الضربه بتاعته كده، لكن الايبي كده والفلوري كده. بس ما بتحسوش اصلا بحاجه، عشان بس لا ما بيكونش حاجه، اتس اونلي تاتش. يعني انت عايزه تاخدي من اللي قدامك تاتش. زمان بقى كان الموضوع اصعب، يعني كان زمان لا، لان ما كانش فيه حتى التكنولوجي بتاعه الكهرباء الالكتريستي زي الام دلوقتي. لا الموضوع اتغير خالص. فدول الثلاث انواع، ات ديبندز بقى كل واحد فيهم لما يخش. انت بتلعبي انهي نوع فيهم؟ انا بلعب الايبي اللي هو في كل حته. اوكي. بس طب ده كان يعني ابتديتي وانت صغيره. اوكي. وخدت اي بطولات ولا كان؟ اخدت الحمد لله. يعني انا اول بطوله لعبتها كانت افريقيه، دي كانت دوليه، اول بطوله دوليه لعبتها في حياتي كانت افريقيه، جبت فيها اول. برافو. دي كانت سنه الثانويه العامه بتاعتي على فكره، بالمناسبه يعني. ماشي. فدي كانت بالنسبه لي طبعا حاجه يعني فرحه رهيبه، لان انا بس بالانس صعب قوي يا سلوى. يعني ازاي دراسه صعبه وفي نفس الوقت، يعني مين لاي ابطال بيجوا لنا بيقولوا لنا لا في حاجه كانت بتيجي على حساب حاجه، فازاي عملتي ده؟ انا هقول لك بصراحه، انا يعني التمرين بالنسبه لي ده كان حاجه، يعني ده حاجه مقدسه. لازم كل يوم هتمرن بالليل مع الكابتن بتاعي، مع الكوتش، بننزل في مواعيد. يمكن يكون الناس كلها روحت خلاص التمرين، بس احنا عندنا دروس، عندنا برايفت، لازم نقعد نمرن. فدي كانت حاجه لوحدها. مع الدراسه بقى كانت بتاخد طول اليوم. يعني على فكره اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، بس هو الفكره كلها ان يستغل اليوم كله. يعني انا كنت بستغل اليوم كله من الصبح. انا كنت عارفه ان هي هتبقى سنه صعبه، فانا اختار سنه صعبه وابقى انا وصلت اللي انا عايزاه، اجي على نفسي فيها 100%، بدل ما انا اكون
يعني لا ما جبتش اللي انا عاوزاه وفي الاخر خالص. في فتره الدراسه في كليه الطب وكلنا طبعا عارفين ومتاكدين ان الدراسه فيها صعبه جدا ومحتاجه تفرغ بالمعنى الحرفي للكلمه، دي حقيقه. انت عرفتي ازاي توازني ما بين الاثنين؟ هو بصراحه هو الموضوع كان بيبقى صعب جدا، وانا في اوقات كتير قوي كنت باجل امتحانات كتير قوي، يعني فعلا كنت باجل علشان بس بيبقى عندي بطوله بره مسافره، بطوله دوليه، عندنا بطوله في مجر، عندنا بطوله في اسبانيا. وكان سهل انك تاجلي؟ يعني كان في تنسيق ما بين الوزاره بصراحه جدا بصراحه جدا جدا جدا، وهم بيبقوا محترمين جدا، الوزاره بتبقى محترمه جدا اي حد عنده بطوله وفي نفس الوقت في ايه في كليه بيدرس. يعني بصراحه لا، يعني انا حتى من احسن البطولات، عشان بس ايه عايزه قبل ما انسى عشان قلت لكم على الافريقيه، من احسن البطولات اللي انا الحمد لله حضرتها هي كانت بطوله في اسبانيا، وجبت فيها تاني عالم انا والتيم بتاعي، ودي كانت طفره بقى ساعتها في البنات ان احنا نجيب ميداليه في كاس عالم، فدي كانت احلى من احسن الاوقات اللي انا يعني حقيقي. بس طب ايه اكتر الدول، اتكلم على سيدات اللي هو عنده يعني طفره في الرياضه دي في الشيش، مين اكتر الدول؟ اوكي، هو يعني احنا بنتكلم في طبعا it depends on كل سلاح مين، احنا عندنا ثلاث انواع، بس انا لعبتي مثلا انا بالنسبه لي روسيا والمانيا. كنت متوقعه هتقولي روسيا فعلا. روسيا والمانيا دول يعني top of the top يعني حقيقي. اصل فكره المبارزه في ثقافتهم وفي موروثهم من ايام روسيا القيصريه دي حقيقه. واحنا عرفنا ان ليكي اخت اسمها شروات. شروات وبتلعب برضه. شروات لعبت اولمبيكس على فكره كمان، لعبت اولمبيكس اليوث اولمبيكس اللي هي اولمبيات الشباب. اوكي، فلعبتها. بتلعب نفس النوع اللي بتلعبيه؟ نفس النوع. انا ما عندي التقيتوش في ماتش في بطوله حاجه؟ التقينا كتير. مقطعين بعض في البيت عندنا، مقطعين بعض انا كتير. بص، احنا دايما على فكره ايفنشلي بننتقي، لان احنا الحمد لله احنا يعني طول عمرنا منتخب سوا، فاحنا هيجي علينا وقت في دور الاربعه بالذات هنلتقي. وبيحصل ايه بعد الالتقاء؟ طبعا بيحصل مهازل جدا. يبقى الموضوع مضحك جدا. بس انا يعني عايزه اقول لكم ان انا اول افريقيه اللي كنت بقول احكي لكم عليها من شويه دي، انا في الفاينل كنت مع شروات اختي. الله. فدي كانت اول مره التقي بيها بقى بجد في حاجه حاسمه في حياتي. لا، وفي حدث كبير. في حدث كبير بالظبط. فانا عايز اقول لك ان احنا لا التقينا كتير، مش شرط يعني مره هي مره انا، مش دايما هي بتكسب، مش دايما انا بكسب. دخلت لي العمليه في بيتها. في بيتها. هم كانوا دايما يقولوا الجمله دي. هم دايما كانوا بيقولوا الجمله دي فعلا في بيتها، يعني خلاص طبعا في بيتها بالظبط. بس انت قلتي شروات شاركت، طب ايه اللي يمنعنا ان احنا يبقى عندنا كذا مشاركه اولمبيه بقى على الصعيد الاولمبي اكتر من كده؟ انا عايزه اقول لك ان احنا يعني الحمد لله يعني على مدار السنين اللي فاتت دي كنا طول الوقت بنحاول ان احنا نتاهل اولمبيكس، which is احنا الحمد لله عملنا ده، يعني احنا متاهلين، احنا من اول توب 16. بس الفكره كلها ان احنا محتاجين نحافظ ونعلي من الرانك بتاعنا علشان نضمن ان احنا في 24 ان شاء الله نكون موجودين. ده مهم جدا. ده حقيقة. احنا اتكلمنا معاكي عن جانب الرياضه والبطوله، واتكلمنا عن جانب الدكتوره، لكن انا قلت كلمتين في المقدمه، قلت ومن ضمن الامور اللي هي متعدده المواهب فيها الغنى. نثبت لبعض بعد اذنك. هثبت لك. حاضر. المايك يكذب الغطاء. حاضر. انت فاجئتني والله. هو وليد اللحظه والله. يعني بص انا هقول لك على حاجه، يعني انا الفتره اللي جايه ان شاء الله فعلا ناويه ان انا اهتم بالموضوع ده. بس طبعا يعني انا خلصت من الدراسه تمام، دلوقتي بركز بقى في الشغل بتاعي، فهحاول ان شاء الله ان انا اركز برضه يعني في الحته دي. يعني بتشتغلي دكتوره ولسه بتتمرني وعايزه تغني؟ يعني لو ما فيهاش، لو ما حدش لو ما فيهاش مضايقه لحد يعني. لو ما فيهاش يعني بس اغني لكم ايه؟ حاضر ماشي يلا بينا. انت مش مجهزه حاجه بس يعني هنجرب. الاغنيه اللي انت بتحبيها مثلا. ماشي. To all the times that you rain on my parade and all the clubs you got in using my name. You think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone think that I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Baby you should know that my mama don't like you, but she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know
I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, you baby, you better love yourself. البرنامج بقى علامي ولا عدينا؟ احنا عدينا احنا نقلنا نقله نوعيه يا جماعه، عدينا عابر للبحار والمحيطات. والله المره الجايه يعني لو طلعت تاني معاكم لو كنت محضر. لا هحضر ان شاء الله. بجد بجد حلو، مش بجد يعني والله شكرا ما شاء الله. شكرا. طب انت عايز تركزي في ايه؟ ما هو ده السؤال بقى، يعني هل فعلا زي ما بتقال اللي بيركز في كذا حاجه وبيعمل كذا حاجه ما بينجحش قوي في حاجه واحده، ولا انت هتكسري القاعده؟ يعني انا اتمنى. عايز تعملي ايه بالظبط؟ انا هكسرها طبعا. قولي لنا يا سلوى هتعملي ايه؟ عايزه ايه اكتر؟ طب ودخلناكي، رياضه ولعبناكي، عايزه ايه تاني؟ هنا وغني. والله انا بصي، يعني انا يعني لما بيكون في موهبه في حاجه انا ببقى متضايقه ان انا ما كملش فيها لغايه الاخر. يعني ربنا مديني حاجه، واي نوت ان انا يعني ابرسو فيها. انت واضح ان انت عموما غير ان انت طموحه، انت كمان من الناس اللي ما بتهداش غير لما بتوصل في الحاجه اللي بتعملها لاخرها. بالظبط، ده الانطباع اللي جاي دي حقيقه يعني. فعلا، لان هو يعني تجيب اخرها ما هي ملهاش لازمه اصلا من الاول. ملهاش لازمه والله، فكرة صح. طبعا الفكر ده على هواك. انا بحب اي نموذج نسائي ناجح. بصي يعني والله بجد، يعني الهواد فرحانه جدا بوجودك والله بجد. دي حقيقه حقيقي بجد، متشكره جدا والله، انا مبسوطه قوي بجد. والستبس اللي جايه، يعني انت دلوقتي عندك عياده بتشتغلي فيها، انت دكتوره جلديه، تخصص دكتوره جلديه بالظبط. تو ماي سربرايز برضو انا ما كنتش متخيله، انت عارف لما تكون طول عمرك كانت اتجاهاتك يعني رياضيه وفنيه، وفجاه لقيت نفسك لا ده انت حبيت قوي بقى زياده عن اللزوم التخصص اللي انت بقيت فيه، وبقيت طول اليوم. يعني انا على فكره انا اسكندرانيه، فانا بشتغل في اسكندريه وفي القاهره هنا على فكره، يعني انا بروح وباجي على مدار الاسبوع علشان انا حبيت الموضوع. بس فطبعا انا عايزه اتخصص في حاجات يعني مينلي جلديه النسائيه، دي اكتر حاجه انا نفسي اتخصص فيها. بس يعني ايه الموضوع طبعا بياخد كل ما يعني أوكي. فتره بيكبر. طب والغنى في اي حاجه؟ في حاجه ان شاء الله قريب يا جماعه، استنوني. اعملي فنيه. يعني استنوا اعملي الفنيه. بس حقيقي لا يعني انا محضره حاجه كويسه ان شاء الله كلكم تحبوها قوي جدا. انت عموما مخططه للجزء الفني ازاي؟ ده سؤال مهم جدا على فكره، ده سؤال عميق جدا ومحتاج تركيز. يعني اخد وضعي في القعده. لا بس فعلا والله، يعني انا مخططه ليه ازاي؟ مخططه ان انا الفتره الجايه يبقى اعمل تراكس، يعني كذا تراك ورا بعض، بحيث ان هو يوصل مثلا يكون عندي مينلي البوم، ده اقل حاجه. والالبوم ده انا انزل بقى حفلات، انا عايزه بس ان انا يعني عارف لما انت تبقى اكيد بتلم الاول، بتكولكت يور اودينس. كل فن او نوع من المزيكا بيكون حد عايز يعني ايه يكولكت التايب اوف اودينس. انت اصلا حظك حلو ان انت بتعملي ده في الزمن اللي فيه سوشيال ميديا وفيه بالظبط كذا. بالظبط، لان خلي بالك نواندا كمان سهله الانشاء، انا عشان بلدياتك اسكندريه. اي حد اصلا مش من القاهره، من محافظه ثانيه، عاده بيجاهد، بس بكلمك على زمان بقى، عشان توصلي لحد صانع قرار، وعشان الناس تسمع صوتك او تشوف موهبتك. دلوقتي بقى في طريق مختصر. صح، دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. حساباتك اكيد اكيد طبعا. السوشيال ميديا دي نمبر 1 اصلا، دي اهم حاجه دلوقتي في الانتشار، لحتى للناس اللي خلاص عدت. يعني لازم انت تفضل ابديتد على السوشيال ميديا، حتى اللي وصل من الخطا الشائع ان هو دلوقتي يوقف سوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا دي هتخليك يعني تفضل مكمل بيها. بس فانا طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك، انا نفسي ان شاء الله ان انا تراكس اند ذن حفله اند ذن يعني ايه، والغنى يجيب تمثيل، والتمثيل يجيب اخراج، واحنا يعني احنا هنروح فين؟ قبل ما الوقت يسرقنا، احنا معانا على التليفون شروات جابر. يلا كلمتوها. دي بقى مفاجاه بجد، يعني دي بجد. شروات بتقول ان هي اقوى منك في السلاح، وما في مره لعبت معاكي غير لما كسبتك. الكلام ده حقيقي ولا مش مظبوط؟ ما سمعتش بصراحه. منورانا يا شروات، اهلا بيكي. منور حضرتك. الحمد لله، ربنا يخليك، اتفضلي. يا شروات طبعا كانت سلوى بتقول لنا انك دخلت الاولمبيكس، واعتقد دي حاجه جميله جدا. انا عايزه اعرف منك بقى الطموح في الفتره اللي جايه، وعندنا اولمبياد كمان 2024، فمصر ان شاء الله ممكن ان هي تشارك فعلا ولا لا؟ خلينا نطمن منك برضو. هي اولا فعلا الاولمبيكس كانت اكتر حاجه تحفه ممكن اي رياضي يروحها عامه. يعني غير اي بطوله، هو اجواء غير اي بطوله. بتشوف كل الرياضيين برضو اللي هم عملوا وحققوا حاجات، فانت تبقى فخور بنفسك ان انت وصلت تبقى جنبهم ومعاهم.
بصي هي بجد الاولمبيكس حاجه تانية خالص عن اي بطوله احنا رحناها قبل كده. طبعا ده بيبقى حلم زي ما انت قلتي كل لاعب رياضي. اي هوب بس في مصر ان شاء الله باريس 2024 من مصر يطلع لنا يعني كذا بطل كمان تحققوا، لان اوريدي على الارض دلوقتي حتى كان لسه معانا خبر في الحلقه اللي هو شباب تحت 20 سنه رجال وسيدات كانوا يعني او يعني فتيات وشباب كانوا عاملين شغل محترم جدا وفازوا بالذهبيه ف الافريقيه. اه بالظبط. ما هو احنا اخونا على فكره كان معاهم عشان يعني لا ده العيله كلها خلي الولد اتاخر علينا لغايه دلوقتي ما جاش طالما العيله كلها لسه ما جاش فعلا لسه مسافر لسه كل ده بره في غانا. طب قولي لي يا شروات يعني بسايد الرياضه انت برضو بتحبي زي سلوى الغنى او عندك ميول فنيه ولا لا مكتفيه بس بالرياضه؟ زمان زمان كل حاجه كنا صرنا نعملها مع بعض حتى الغنى كنا بنغني بس انا ما خدتهاش. بعد كده بقى قعدت تقولي ايه؟ قعدت تقولي بعد كده يا جماعه لا لازم تركزي في حاجه واحده هتفشلي. هي عارفين البني ادم اللي يطلع يقول لك انت هتفشل في حياتك بالمنظر ده. يا فاشل هي شروات طول الوقت كده. طب انتوا عايزين نسمع منك يا شروات يعني رؤيتك انت بقى لتواجدكم لما بتكونوا موجودين مع بعض في معسكر الماتش النهائي اللي لعبتوه قصاد بعض من زاويتك انت الموضوع ده كان عامل ازاي؟ والله هو بيبقى احساس غريب قوي، انت عايز تكسب بس مش عايز تكسب، يعني انت عايز اختك تكسب بس نفس الوقت عايز نفسك تكسب، فانت بتبقى فرحان وزعلان، يعني ايا كان النتيجه فانت فرحان لحد وزعلان. انت فرحان وزعلان فعلا. بس رد الفعل في البيت بقى يعني مامتكم مثلا؟ لا مبسوطه. بتحاول تواسي ولا لا؟ لا تغلس بقى كسبتك. ها عملت معاكي ظبطتك كده بقى ده هو الشغل ده يقعدوا يغيظوا بقى في الخسران. حلو جدا. على كل حال اشكرك يا شروات وجود لك ان شاء الله بقى. عايزين نشوفك انت تحديدا في الاولمبيكس ان شاء الله. وسلوى برضو ناويه ولا ان شاء الله؟ يعني بحاول بس يعني بس فكري او حطي الموضوع في دماغك. احنا نفسنا يبقى عندنا بما ان انت واحد من النماذج اللي هي نادره برضو وناجحه في سلاح الشيش تحديدا بنتكلم على سيدات، فليه لا واي نوت؟ فاهماني؟ عندك حق طبعا، بس هو الفكره اول ما واحد بيخش في الشغل بيبقى الموضوع صعب شويه. بس حقيقي فعلا انا السلاح ده من يعني عشقي، يعني انا بالنسبه لي انا نفسي طبعا اتواجد في كل البطولات، انا نفسي اتواجد في كل المعسكرات، بس يعني I have to work on myself اكتر طبعا صراحة. يبقى في فوكس برضو شويه بالزبط. لو انت ناويه يبقى بالزبط. لازم تعملي يعني بقى يعني سيبي دلوقتي لا بس مش هينفع تسيبي شغل. لا 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 ممكن ان انا يعني اقدر اوفق ما بينهم. بس يعني عارفه لما تبقي هترجعي تاني نفس فكره الثانويه العامه اللي كانت عندك. ما هي محتاجه كومبرومايز طبعا. انت دخلتي من بعد الثانويه العامه على ما هو اصعب من الثانويه العامه، فكره ان انت تجمعي في نجاحك ما بين الطب تحديدا وما بين الرياضه بشكل فيه تفوق، فدي مش حاجه سهله. متخيل ان انت وجودك في اي معسكر وانت شخصيه فرفوشه ولذيذه وبتغني وكذا، اكيد المعسكرات بتبقى دمها خفيف. بتبقى انا بصراحه يعني معسكرات طول عمرنا بره في مصر جوه مصر بتبقى يعني بتغني لهم بقى في المعسكر؟ رغم هم خلاص يعني انا صدعتهم انا متاكده، بس يعني يعني انا يعني كلنا بقينا فاميلي خلاص، يعني احنا عارفين بعض بقالنا سنين، كنت بقعد معاهم اكتر من بقعد مع اهلي في البيت، فاحنا التيم بتاعنا ده يعني اتس فاميلي خلاص. لا جود لك يا شروات بجد، انت يعني بني ادم عنده البوتنشال ان هو فعلا يبقى سكسسفل جدا كمان في اللي جاي. انت اوريدي سكسسفل بس لسه تحققي اكتر، فبالتوفيق بجد ليك ان شاء الله. وهنشوف بقى الفن ده هيبقى ايه. حاجه رمضان تخيلي كده ولا حاجه في رمضان ولا بعد ايه السنه الجايه كده ولا حاجه؟ يبقى معانا الفنانه سلوى بقى رمضان اللي بعديه. ايه معانا الفوازير. ايوه نورتينا وشرفتينا وجبنا لك كل التوفيق وتحياتنا لكل اهالينا وحبايبنا في اسكندريه. طبعا طبعا انتوا في اسكندريه انا بحبها. نورت الدنيا سنه ونشوفك على خير ان شاء الله. وخلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.